هو في ايه؟ منعرفش يا باشا، فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض، ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في ثلاث شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا 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 ولا أعرفهم، أنا بس بسأل يعني. جه البوليس خدهم قدامه الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجية. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال. اطفال دول اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه، زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها. اسمع يا دي، انت وهو، انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيك وادور المكم نقسم البوليس. احنا خدامينك يا باشا، ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا مسكها بحكم اللغات اللي عندي، وتامر يقطع المهندس زاهر، والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي عرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب ليه؟ يا اخوانا الحكايه مش فزور. الباشا قال لي عاوزنا في ايه، بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلس كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له، انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلس كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركة كمبيوتر على أعلى مستوى، علشان كده جابني، صح يا باشا؟ بس يا ضائع أنت وهو، الباشا هيفتح شركة استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، أنت الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر إيه ونستورد إيه يا باشا؟ إحنا هنستورد بس، مش هنصدر حاجة. يبقى أكيد يا باشا ناوي تستورد أجهزة رياضية، دي شغالة دلوقتي زي النار. لا إحنا مش هنستورد بضاعة. أمال هنستورد إيه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فواو اللي وقع ده. زاهر، قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني، ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده؟ ده شكله كده جاي غلط مع المكتب. بقول والنبي يا باشا، اعفيني انا من المهمة دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكوا، انا اصل انا بتجيني حالة عصبية وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العملية. محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكورة بتاع المنتخب. كل واحد له مهمة نازل يعملها. أنا جاهز يا باشا. وأنت مريض. خدامك ابو تريكه. وانت يا زاهر، ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا نجيبي ما تزهق مني، انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خيري شري، اقوم يوم ما اشطحنطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا، طول بعرض وعضلات، انما مخه بعافيه شويه يا دوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا، العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا مفيش خطوره خالص، احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك، نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه، نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطة ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطة لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده،
على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته، ده بركتها تروح. انت ما حسستش زي ما تكون عامل جمعيه وعايز تقبض الاول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا مرتاح تاني عبد الجليل يا حرم تجايه الهرم مني هذا خرافه يا حرم خرفه مالك يا يلا اتكل على الله يا حرام يا لهوي يا لهوي الراجل هيذبح الواد اجري يا واد يا مجدي اسمع كلام امك يا بعد ما نقرش اسمي هنقفي امك يلا يا هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا يا عبد الجليل ايه ده؟ الباشا الكبير واصل يا ليه؟ الباشا الكبير واصل افرحي يا حارة وزغرتي يا مطوى اهدن الله يا اهلا يا باشا افرحي يا مطوى وزغرتي يا منطقة ايه ده؟ الباشا ناجي هطلع عندنا يا اهلا يا اهلا يا دي عشة حاجة صفيح ساعة للباشا يا وانا ازيك يا عبد الجليل؟ الحمد لله يا باشا مسطورة ولا ينقص الا وياك وديك شوفتنا يبقى انا مش عايز حاجة تاني من الدنيا يا باشا شكلك كده لسه عايز حاجات كتير انا عايز اقعد معاك اتكلم في كلمتين يا عبد الجليل تحت امرك يا كبير بس بقولك ايه بدل ما نقعد نتكلم في حتة المخربقة دي تعالى اقعد عندي في البيت لحد يسمعنا ولا يقاطعنا مين دول يا كبير؟ حكومة؟ لا دول مطافي يا اهلا يا اهلا بضيوف الباشا اتفضل يا كبير يا دي النور يا دي النور اتفضل يا باشا ودي يا ابن مشكلاته يا هو يا حارة يا اهلا يا باشا لا سحري ولا خرطة الباشا جه المنطقة لا سحري ولا خربة الباشا جه المنطقة يا اهلا يا كبير اتفضل هو ده بيكو عبد الجليل؟ اه يا باشا البيت ده متين ده حتة حديدة يا باشا ده مادن جذوره في الأرض يجي من 300 سنة وبعدين ده الزلزال يحوق فيه ولو حتى جبل وقع عليه بس أنا شايفه مايل شوية لا يا باشا لا مؤاخذة ده هي دي الهنجسة بتاعته يعني هو كده لا مؤاخذة قايم على عدله على عدله اه أمال إيه الخشبتين دول؟ دول اللي ساندينه يا باشا اتفضلوا اتفضل يا باشا اتفضل يا كبير اتفضلوا يا رجالة اتفضل يا كبير اتفضل البيت نور يا كبير يا دي النور يا دي النور البيت نور والله اتفضل يا اما الكبير جالنا يا اما اتفضل يا كبير يا دي النور يا دي النور اتفضل يا باشا يا دي النور يا دي النور والله انت عايز زفة يا دي النور يا باشا يا دي النور البيت بيقع! البيت بيقع! لا لا لا! اوعى! مهندس البيت عصير ومتين ده يا باشا! الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ يا عيال خايبة يا راجل! عيال خايبة! في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله معقول؟ ها؟ لا طبعا يلا بينا بقى! صلي على النبي! يلا! اتفضل يا باشا اتفضل! اتفضل يا باشا! اتفضل يا كبير! نورت الدواب حالها! يا اهلا يا اهلا اتفضل! اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا البيت بيتك معلش يعني هو شوية مش قد المقام يعني يا راجل ما تقولش كده عيب هو ده بيت اصلا اتفضل يا كبير وحسين يا كبير اتفضل 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 يا كبير ازيك ابو حديد يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها عارفين يا رجاله احلى ايام حياتي والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي يا باشا منور والله رومانسي قوي يا عبد الجليل احلى ايامه في السجن الانفرادي امال ايامه دلوقتي شكلها ايه عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما وكان بيهرب منه ازاي بقى كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه محاولة هروب 16 مرة عشان كده مسميينه بحديد ما شاء الله دي حاجة حلوة قوي انت لازم يا ابني تتحط في موسوعة جينيس ايه غلس دي يا باشا
جينس بيقول ياد غينس ياد بقول جينس يا لك خلاص صلى على النبي صلى على النبي معلش ما انت ما حدش طايقك كده قول لي كنت بتعملها ازاي دي يا عبد بص يا باشمهندس الحديد لا مؤاخذه قاسي ما ينفعش ايه تشد معاه ما ينفعش تعند معاه لازم كده لا مؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده ها يدوب معاك حبه حبه الله ده بيقول حكم يا باشا بيقول حكم ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات نعم منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده انا كبير مشجع انفي مش معنى انفي يا منظم عشان فلوسه حلوه هو قفل منك انا مش طايقه طب اسمع عبد الجليل انا عايزك في الشغل امرني كبير المكان هنا امان امان الامان يا كبير طيب شوف عبد الجليل على مهلك يا راجل صوتنا جايب اخر الحاره يا متعه اهمد يا راجل اهمد ملعون ابو ام الحاره على اللي فيها اللي مش عاجبه يحط برطوشه فوقه ويتنيل يتسد امان الامان هنا ده الناس قاعدين معانا ما تيجي نروح حته تانيه نعرف نتكلم فيها لما اخسر كبير فرقية ولا يا عم ثابت ما تخلي الراجل القفة ده يقفل الشباك ويقطم خالص الدنيا حر هي ناقصاك يا عبد الجليل حر هو انت شفت حر ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانية لما اخسر بس يا راجل يا قفة عيب عليك ما تقفل بدل ما اجيلك يا ده مسعد استنى بس استنى يا اخ مسعد براحتك يعني ما فيهاش اي حاجه بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط تتحمق حمقه من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه الله عليك يا باشا ربنا يعلي مراتبك دايما دايما حاسس بالبشريه والله يا جماعه مسعد معذور اصل حته البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص ايه ده يلا يا نروح مطرح لا صحيح ايه ده يلا يا ولد روح بلاش غلبه شوف يا عبد الجليل هو تأثير مسعد وصل لغاية هنا الظاهر لا يا باشا دي أمي ست الحبايب أمي مين؟ أمي يا باشا هي أمك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا دي الولاية أم ثابت أمي أنا بقى اللي لا مؤاخذة تحت منك على الكنبة أمي مين؟ أم عبد الجليل أنا كنبة؟ الكنبه اللي حضرتك قاعد عليها امي لما اخصى تحت منك امك تحت مننا ايوه يا فندم الكنبه انا اسف جدا لا يا باشا وربنا المعبود ما انت قايم ما تقومش يا باشا خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك الله دي زي امك بالظبط بص يا باشا انا هسلتها لما اخصى عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي اما تسلت مين اما خليها مستريحه ربنا يخليها لك وده ايه ده؟ اصل امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليه اصليه انت عارف يا باشا الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا هيعملوا حاجات بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانيه، انت عارف يا باشا لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا بس هي لما اخذت قعدت علينا ذكر ذكر قعدت علينا يعني ربتنا وكبرتنا امال ايه لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه واخواتك الاربعه فين دلوقتي في السجن يا باشا واحد هجام والتاني فتح خزن والتالت بتاع شقق والرابع مظلوم يا باشا انا بقول النبي يا ناجي بين الحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع شوف عبد الجليل ايوه يا باشا احنا هنسرق بنك الله اكبر الله يا دعاك اللي جاب يامه يا دعاك اللي جاب يامه يا دي يا مسعد انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا البنك ده في اسرائيل ان شاء الله يكون في ميدان لبنان هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا ما طالما بص هنشقلطه ونجيبه ونخلصه امال ايه الفاتحه يا باشا ربنا يوفقنا شاف الناس هي كلمة ورد غطاها مش أسئلة وغلبة وقلب الدماغ آمين بقولك يا باشا
لا مؤاخذه كده انا كنت عايز سلفه تحت الحساب لغايه ما ربنا ويكرمنا يعني ونهبق على البنك ونشطب عليه تماما. بس السلفه دي مهمه قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان انا الولا عشه بتاع القهوه عليها ليه 16 جنيه. فبصراحه منظري كده بقى في الحته مش نضيف شويه يعني. معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وانا بقول الحاجه الساعه ما جتش ليه؟ روح بقى. يا مجنون يا ابن الغساله. يا مجنون يا ابن الغساله. هو مش الدكتور قال لك امك عندها كشكشه في العظام تقوم تقعد عليا؟ مش كده يا ماما. مش كده رجاله يا ماما. مش كده. مش كده. مساء الخير يا حاج. مساء النور يا اخويا. والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده طيب. ده عبد الجليل امير وشيلني من على الارض شيء. لو خدتوه هترجعولي قفاش بريق. وانا ما حلتش غير هو اللي بيشدني وبيوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا معلش. اصل الحكومه دايما ياما. مش دول ياما. مش دول الحكومه ياما. ده نجي بيها طله اللي انا قلت لك عليها. وليا ادعينا بقى كده دعوتين حلوين. يلا ياما ادعينا. ها ادعينا دعوتين ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. غريبه غريبه. وانا حد عيلكم. ادعينا ياما. يلا يلا ادعينا. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. إلهي وانت جاهي وفقكم وتروحوا وترجعوا بالسلام. آمين. إلهي يجعل لكم في كل خطوة سلامة. آمين. إلهي يكسيكم ما يعريكم. آمين. الحلال بين والحرام بين. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الانسان بجهاز انذار داخلي. يوم لما الانسان يهم او يحاول ان يقبل على الحرام او المعصيه والعياذ بالله، الجهاز ده يحصل فيه ايه؟ يرن. والمنبه ده لو باظ يخسر الإنسان دنيته وآخرته والعياذ بالله. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير وجعل نهاركم نادي بإذن الله. ازيك يا شيخ حسن؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة ومالك علي يمين. انت ليك وحشة ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شو حسن. ازاي؟ الحمد لله نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا إله إلا الله، أنت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله أكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقة، مادا لي يدك وتقول لي أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا أنا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله أكبر الله أكبر. هذه هي رسائل القلوب. عرفك بالإخوة المحترمين دول بقى، يعني أولادي وإخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله. سماهم على وجوههم. ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى يا أولاد كان سول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر. بس إيه، كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى ناجبيه أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا ناجبيه ومالك عليا يمين،
الحال واقف واقفة ما يعلم بها غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بتصرف منين يا شيخ حسن؟ أهو الأوقاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، أهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح على شوية سواك على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيشي دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة؟ ده القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ ده أخدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول إيه بقى يا ناجي باشا، ناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شيخ حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمة ايه ومعقولة ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانة واحدة هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك انت واسرتك وولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعة هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بيني وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرا الفاتحه. انا قررت اليوم باذن الله اني انفذ العمليه. بعد ساعتين راح اكون في تل ابيب مع الصهاينه المحتلين. اقسم بالله العظيم حاسب فرحة كبيرة وأنا رايح استشهد في وطني الحبيب، وحاسب إن أبواب الجنة كلها مفتوحة قدامي. بدي منك يا أمي ما تزعلي ولا تبكي، بدي إياكي تكوني فخورة بابنك اللي اكتشف أخيراً الطريق للجنة والخلود، هو الشهادة في سبيل الله والوطن. وهذا مش طمع مني بالجنة بقدر ما هو طمع مني في حياة أفضل وأكرم لإلك يا أمي وإخواتي الصغار اللي عايشهم الصهاينة المحتلين خلف الأسلاك الشائكة والرصاص، صوت القنابل والطيران واللي زرع جواهم الخوف والرعب. ولو ما ظهرش منك كل يوم استشهادي مهدلهم طريق الشهادة والفداء، رح ينسى العالم كله أنه للفلسطينيين قضية. عشان هيك لازم يعرفوا أنه الخلاص من الاحتلال ما بيجي إلا بالفداء والتضحية. بديك يا أمي ما تزعلي علي ولا تبكي، قلي دموعك دموع فرحة بإذنك عريس الجنة، وفرحتك ودعواتك راح تكون بوابات لجنة الخلد يا أمي. ما تقبلي عزاي وعلني الفرحة بدارنا، وخلي الحزن والأسى والخوف يسكنوا قلوب العدا الصهاينة المحتلين اللي طردونا من ديارنا ويتمونا وعاشوا على خيرنا وخير أجدادنا. بدي منك تزرعي في نفوس إخواتي الأصحاب، شايف إزاي؟ حب الشهادة والاستشهاد، شايف الشاب الصغير اللي فجر نفسه ده واستشهد؟ أنا استشهد في سبيل الحق. استشهد عشان بيدافع عن بلده، مات مرفوع الراس يا ماما. قال الله تعالى مش كده زاهر؟ ولا تحسبن الذين قتلوا طبعا طبعا. بقول يا ماما انا هسافر كام يوم كده شغل. مسافر؟ مسافر فين يا زاهر؟ ويستبشرون بالذين شرم شرم مسافر شرم. ده شغل يعني تبع الشركه؟ لا دي شغلانه خاصه كده هخلصها وهاجي على طول. وهتقعد قد ايه؟ انا رايح وعارف اني مش راجع، وعارف اني مش راح اشوفك مره ثانيه يا امي، بس انا بعمل هيك علشانك. افرحي يا امي علشان عندك ابن ضحى بنفسه وسبق اخوته للشهاده، الشهاده اللي بتمناها الاخوه. يا زهر انا بكلمك، هتقعد في شرم قد ايه؟ مش عارف، قصدي تقريبا شهر. شهر؟ شهر بعيد عني؟ هو انا اقدر يا ابني؟ لها عند الله خير. هو انا في حد رايح جاي عليا الا انت؟ انت عارف أخوك بينزل من الصبح ما بيجيش غير عن النوم. الدين شغلنا هتريحنا في الفلوس أي رغم، وبعدين خلاص كريم بقى راجل، ما تسيبش ماما أبداً يا كريم، فاهم؟ طب هي إيه الشغلانة دي؟ أنا راح أفجر نفسي في تل أبيب، بعرف إنه راح يكون في ضحايا ما لهم الذنب، بس بدي أحكي للعالم كله كلمة واحدة،
احنا مش ارهابيين زي ما الصهاينه بيقولوا علينا. احنا بنعمل هيك وراح نضل نعمل هيك لحد ما حقوقنا ترجع لنا وارضنا اللي احتلوها ترجع لنا. زاهر انت يا عم انا بكلمك. ايه؟ معلش اصل كلام الشاب ده شدني قوي. بقول لك ايه الشغلانه اللي انت هتعملها في شرم دي؟ هروح اصمم سيستم امني كده الاوتيل بيتبني جديد. طب ما تاخدني معاك يا زيزو انا في اجازه يعني. لا انت لا، انت لازم تستنى هنا علشان تاخد بالك من امك. ربنا يوفقك يا ابني، بس لازم تتصل بيا كل يوم. هو مش هينفع يا ماما، الموبايلات اصلها ممنوعه، هم شرطين كده. ممنوعه؟ ممنوعه ليه يعني؟ جماعه خواجات بقى ومحسوكين شويه، وبعدين المكان اللي انا هبقى فيه مش هيبقى فيه سيجنال اصلا. طب يا حبيبي وهتسافروا امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. يا ابني ما كانش فيه داعي ان اقعد هنا ومصاريف غاليه على الفاضي. انت مش بتقول شهر واحد اللي هتغيبه؟ اقعده عند عمتك في اسكندريه وخلاص. عمتي؟ عمتي ايه يا بابا؟ ما انت عارف جوز عمتي ما بيطيقناش. والله انت مش هتستريح هناك، وانا مش هسيبك تبات في مكان وانت مش مستريح ولو ليوم واحد. انت هتقعد هنا زي الباشا لحد ما انا اروح وارجع، اخدك نطلع على المانيا تعمل عمليه ونرجع سوا. بس يدي في هنا دكتور هيشوفك ويتابعك كل يوم. ربنا يوفقك يا حسام يا ابني، خلي بالك من نفسك يا حبيبي. المهم انت يا ابو الكبات انت دعي لي. انا بدعي لك من قلبي. انت عارف انا مطمن عليك ليه؟ عشان انت مع الاستاذ نادي عطله. الراجل ده محترم وبيحبك وهياخد باله منك. ربما 56 لو سمحت. اتفضل يا نجيب باشا. هو سعادتك ناوي تعمل تشيك اوت امتى؟ بعد بكره الصبح بدري ان شاء الله. قمه سعيده يا نجيب باشا، ما تخليك قاعد معانا شويه. ايه اللي باشا اللي في الاوتيل ده؟ انا شايف امن في كل حته. اصل في مؤتمر اقتصادي الثلاث ايام اللي جايين دول، وفود جايه من كل حته، والاوتيل كومبليت يا نجيب باشا. بس المنظر بره يخض، انا قلت في حد جه احتل الاوتيل. ما هو تقريبا ده اللي حصل، اصل الوفد الاسرائيلي نازل في الاوتيل. اسرائيلي؟ ربنا يعادي الايام دي على خير. معقول؟ مستر ناجي عطله؟ شو هالمفاجاه الحلوه هاي؟ مستر ناجي انت ناسيني؟ اني اسحاق خليفي. ازيك يا اسحاق؟ بتعمل هنا ايه يا استاذ ناجي؟ ده سؤال غريب قوي، دي بلدي، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ انا جاي احضر مؤتمر اقتصادي. مستر ناجي انت ابن حلال، اني احتاجك. خير مستر ناجي، انا ساكن بذات الطابق اللي انت ساكن به ومحتاج ابدل غرفتي. قالوا لي انك ساكن فيها وهي غرفتي المفضله، وما عارفين امتى بدك تعمل تشيك اوت، فلو تترك لي الغرفه في الكاميوم اللي انا قاعد بيهم اكون كلش مبسوط. أنا ماشي بكرة، سيب لك الأوتيل كله. تحب أسيب لك البلد كمان؟ مستر ناجي أنت شايل مني؟ معقولة تكون زعلان من شان موضوع البنك؟ هذه شغلة خارج إرادتي مستر ناجي. اسمع يا عم سيد، أنا مش هستلم الوظيفة اللي أنت جايبها لي دي، وهطلع المشوار اللي أنا طالعه، بس أنا عاوزك تبقى عارف حاجة مهمة قوي. أنا عارف كويس أوي إن أنت اللي كبرتني وربيتني وصرفت عليا دم قلبك، بس أوعدك إن أنا أول ما أرجع هرد لك كل مليم أنت صرفته عليا. عيب كده يا إبراهيم، ما حدش يقول كده لعم. سيبيه سيبيه يا أم إبراهيم. إبراهيم كبر خلاص، ما بقاش يقبل إن حد زيي يصرف عليه. لكن قبل ما ترجع لي بقى كل اللي صرفته عليك يا إبراهيم، يا ترى أنت حاسب كويس؟ يعني هترجع لي مصاريف الأكل والشرب والمدارس؟ وما تنساش أول عجلة جبتها لك لما نجحت في الابتدائية. اوعى كمان تنسى اللابتوب يا إبراهيم. أنا تحت أمرك في كل طلباتك. طيب
هتحاسبني ازاي بقى على خضيتي عليكي وما سخنت وجريت بيك على المستشفى؟ انا كنت هتجنن. يوم ما ظهرت نتيجه الثانويه العامه ورحت انا وانت عشان نشوف النتيجه، وانت كنت خايف لحسن تسقط او تجيب مجموع قليل يا ابراهيم، وانا خدتك في حضني وطبطبت عليك وقلت لك ما تخافش هدخلك الجامعه اللي انت عايزها. يوم ما مسكوك تحري وجريت على الاسم زي المجنون وقعدت اتحايل على الظابط عشان ما يبيتكش ليله واحده في الاسم، حاجات كتير زي كده يا ابراهيم. يا ريت بقى وانت بتديني حسابي يبقى احط دول في الفاتوره وشوف يساوي كام يا ابني. متزعلش مني يا عم سعيد، أنا آسف والله. أنت مش عارف أنا بحبك قد إيه، بس وغلاوتي عندك وأنا عارف إن أنا غالي عندك. خليني أروح المشوار ده بس، وبعد كده هرجع أعمل اللي أنت عاوزه عشان خاطر يا عم سعيد. أنا حاسس إن في خير كبير قوي ليا. روح يا إبراهيم أعمل اللي أنت عاوزه. ياما ياما قلت لك 100 مره ياما اسمعي كلامي بقى. ازيك يا بنتي بسنتي اموره؟ ياما قلت لك ياما اسمعيني، ابوس رجلك سيبك من بسنتي ونيله ديت، اسمعيني بس كده. انا قلت لك هاخد لك شقه مفروشه عشان خاطر الشهر اللي هقضيه في السبوبه دي ابقى مطمن عليكي. ورسول الله ما هرد عليك طول ما انت بتعلي صوتك عليا يا نتن. ياما انا ما اقصدش، انا نفسي بس اكون مطمن عليك، ما سبتيش في الكشك ده كده لوحدك في الشارع. شقه مفروشه ايه يا نتن؟ انا اروح شقه مفروشه عشان نطالع واللي نازل ويقولوا انت اللي بتقبض يا حبيبي؟ ياما يا بنت انك تسوي كده، ما تخليش امسك فيكي. انا اللي همسك فيك ورسول الله. بس هو ياما بس ما تقولش ياما جرينهم، ما احنا طول عمرنا عايشين في البيت ده. هو احنا كنا عايشين في قصر يا ضمايا؟ ورحمه امي ما انا ماشيه من البيت ده الا على تربتي. وبعدين لما يجوا بتوع الحي يا ضمايا يقولوا لهم ايه؟ راح تسكن في شقة مفروشة؟ ياما ياما ده انت ليكي حسبة بصراحة، تخلي الواحد يتجنن وبرجه يطير من نفوخه. طب 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 يعني لما تعوزي تروحي تعملي به بيه هتعمليها فين؟ لما عاوز اعمل به بيه ايه؟ الحتة كلها كابينات، اروح اخبط على اي كابينات واقول لهم عند زوجكم عايز اعمل به بيه، اخلص البه بيه واخرج. حبكت قهوه وهعملها على روحي اخش القهوه. قهوه ايه؟ القهوه مجواله هتقف يا يوه. بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ سافر سفريتك السودا اللي انت رايحها دي، ربنا يوفقك كرمي وسيبني في حالي. انا مبسوطه كده مبسوطه كده مبسوطه كده. يما 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 يما. طب طالما مبسوطه بقى قولي لي نفسك في ايه اجيبه لك وانا جاي؟ مش عايزه حاجه من وشك الزفر. ليه بس ياما؟ الله ده انا جله ياما، جله ياما ياما الغوالي. وحياة سيدنا النبي قولي لي نفسك في ايه؟ كتير عليك يا ضنايا. ياما قولي واصرخي ومالكيش دعوه. انا عايزه كده لو ربنا فرجها عليك وجبت فلوس كتير. عايزه ايه؟ عايزه حج اشوف الكعبه ومجلس على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وحياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا المعبود لا تنوليها. والله لا تنوليها يا أمي. خدي خدي مساكي مساكي. خلي 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 الفلوس دي معاكي. ها يخرب بيتك سرقتها منين دي يا ما سرقتها؟ ياما الله ياما انت كل كلامك كده بيزلف من لسانك وبتخلي الواحد يخرج بره شعوره. ياما ما تخليش الواحد يخبط فيك ويمسك فيك. ياما تدب مين يا تدب مين ياما؟ مش كده مش كده ياما تدب مين؟
سرقت دب مني. اه يما والله ما سرقتهم، ما سرقتش حاجه. امال جبتهم منين؟ هقول لك ده الراجل اللي انا شغال معاه اداهم لي عشان خاطر اديهم لك، عشان انا اما اسافر يعني ابقى مطمن عليكي. ربنا يزيده من نعيمه. امين. ربنا يكرمه. امين. ربنا يديله الصحه وفي شر العايه. امين يا رب يخليه. خلاص يما. ايه يما؟ احنا هنشحت على الراجل في الحاره يما. تعالى. ايه يما؟ قرب. اه يما عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ قرب. ايه ده؟ قرب. ايه ده يما؟ بتعملي ايه يما؟ بس وهادي اقعد ساكت. ايه؟ تعالى عايزاه. ايه ده مش كده يما؟ يما مش كده يما. بس عايز بقول لك ايه، حقنك على وشك. يما ما تنرفز. يما مش كده. يما احنا في الحته يما مش كده، ما تفتشنيش قدام الناس. اقعد ساكت. يما بتعملي ايه يما؟ مش كده. بس اخرس. طب انت عايزه ايه؟ اشوف انت مخسر منهم كام. يا دي ظنك السوي اللي مش هخلص منه. لا انا مش هخلص من ظنك السوي ده يما. ايوه انتم يما انت عايزه ايه مني؟ وبعدين انا لو عايزه خنصر يعني، ما انا ما كنتش قلت لك عليهم من الاول، وكنت خدتهم كلهم. بقول لك ايه يا عبد الكريم؟ ايه؟ خد. ليه يما؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني امك. انا كده مبسوطه، انا عايشه اخبط عليها اقول لهم لقمه واكل وكده، هبقى مبسوطه. ربنا يخليكي ليا يا ام، ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل. امور يا ام. خير في سلامه وسلامه في خير يعني امك. عظمه يا ام. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. اذا قال لك شيمين حاضر يا اسطى. شيمين يا ام. قال لك يمال حاضر يا اسطى. يمال يا ام. كل حاجة حاضر يا اسطى، حاضر يا اسطى. أما هو 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 مين اللوسطة اللي أنت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه أنا وهو. يما هو ده يما؟ هو ده اسطى يما ولا يما؟ ده ناجي بيه عطا الله. عطا الله؟ أيوه. ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص.